المقدمة. الحقيقة الفاضحة. يؤكد لنا نظامنا التعليمي الرسمي بأن الإنسان الأول صار لمدة مئات الألوف من السنين الطويلة كمخلوق بدائي غبي أبلة غير قادر على إنجاز أي شيء بمفرده، وفجأة في إحدى الأيام وجدنا آثارا تعود إلى حوالي 5000 عام تكشف عن كائنا بشريا متطورا وناضجا تماما. فبدأ فجأة يستخدم تكنولوجيا متقدمة وعلوم في غاية التطور والتعقيد. كيف استطاع إنسان بدائي جاهل أن يقفز بين عشية وضحاها من مرحلة دامت مئات الألوف من سنين التوحش والبدائية إلى مرحلة متطورة يصنع فيها آلاف المعجزات العلمية؟ و64 من هذه الإنجازات هي أكثر تطورا وتعقيدا من التكنولوجيا المعروفة في القرن 21. ليس من الضرورة أن تكون ذكيا لتشعر بأن هناك خطأ في الأمر. ما علي إخبارك به يدور حول الفضائح التي تجري في العالم الأكاديمي كل يوم. إنها فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة. هذا الإخفاء المقصود من قبل المؤسسات التعليمية يحرمنا من فوائد كثيرة لا يمكن تقدير مدى أهميتها. يكفي أن نعلم بأن هذا العمل يمنعنا من معرفة حقيقة أسلافنا القدماء وما كانوا عليه، بالإضافة إلى العديد من الفوائد العلمية التي سادت في تلك العصور السحيقة. هذه العلوم التي يتم تجاهلها والتقليل من قيمتها ومستواها العلمي بشكل مقصود، ويمكننا الاستفادة منها اليوم في هذا العصر. نحن لازلنا ضحايا عملية خداع كبرى. إنهم يزودون بمعلومات خاطئة طوال الوقت ولأسباب وغايات لا أحد يعرفها سواهم. المئات من القطع الأثرية تم التخلص منها عن طريق رميها في المحيط الأطلسي. العشرات من المواقع الأثرية حرمت على باحثي الآثار الذين طالما كانت تساؤلاتهم محرجة بالنسبة للقائمين على المؤسسات العلمية الرسمية. طلب من عدد كبير من علماء الآثار أن يتجاهلوا اكتشافات أثرية كبرى وطمس حقائق تاريخية واضحة وضوح الشمس. أسرار كثيرة حول ماضينا الحقيقي طمست وزورت وخفيت. أسرار تجعلنا نرى العالم من حولنا بطريقة جديدة، روح جديدة، عقلية جديدة. هذه الحقائق المحجوبة عن الشعوب المضللة إعلاميا وتعليميا وثقافيا، لو أنها خرجت للعلن سوف نجد أجوبة لتساؤلات كثيرة أوقعت المفكرين الكبار في حيرة وعجز تام في الإجابة عنها، وسوف نجد الحلول المناسبة لألغاز كثيرة حول الماضي. هذه الألغاز ستصبح حقائق ثابتة يقبل بها الجميع. عدد هائل من القطع الأثرية التي من المفروض أنها غير موجودة طبقا لما تعلمناه في المدرسة. هذه القطع تكشف عن تكنولوجيا في غاية التطور، وهذه التكنولوجيا الخارقة لم تكن محصورة في مكان واحد. فالقطع الأثرية كشفت في مواقع مختلفة حول العالم، أي أن كامل الكرة الأرضية كان يسودها في إحدى فترات التاريخ السحيق، نموذج موحد من التكنولوجيا المتطورة. لا زالت المؤسسات الأكاديمية ترسخ فكرة أن الحضارات الإنسانية يعود تاريخها إلى 10,000 عام فقط وليس أكثر من ذلك. أليس هذا ما تعلمناه؟ أما الفترة التي سبقت هذا التاريخ فكان الإنسان حينها عبارة عن كائن متنقل من مكان لآخر يعتاش على الصيد وقطف الثمار، ثم استقر بالقرب من مصادر المياه الدائمة كالأنهار والبحيرات، فاكتشف الزراعة، ثم أقيمت المستوطنات الصغيرة، ثم كبرت وأصبحت مدن، ثم حضارات، وهكذا. أليس هذا ما نعتقده ونؤمن به؟ لكن الذي لا نعرفه هو وجود وثائق مقدمة من قبل علماء آثار وأنثروبولوجيا مرموقين تحتوي على اكتشافات ودلائل وإثباتات لا تحصى، تشير إلى أن في فترة من فترات التاريخ السحيقة كان هناك حضارات متقدمة جدا عاشت وازدهرت على هذه الأرض، ويعود تاريخها لمئات آلاف من السنين،
ونحن طبعا لازلنا نستبعد هذه الحقيقة تماما، لأننا لم نفكر يوما بقراءة إحدى الدراسات أو الكتب المنبوذة من قبل المؤسسة العلمية السائدة، ليس لأن هذه الدراسات غير صحيحة، بل لأنها تتناقض مع توجهات المؤسسة الملتوية ذات المذهب الدارويني، مثل كتاب علم الآثار المحرم 1993 للمؤلفان مايكل كريمو وريتشارد تومبسون، اللذان أوردا عدد كبير من الدلائل والبراهين والأوراق الموثقة وبقايا عظام إنسانية، بالإضافة إلى أدوات ومصنوعات وغيرها من آثار تشير إلى أن بشرا مثلنا يشبهون تماما قد عاشوا على هذه الأرض منذ ملايين السنين. وقدم الكاتبان إثباتات مقتنعة تدل على أن المؤسسة العلمية قامت بإخماد وقمع وتجاهل هذه الحقائق تماما، لأنها تتناقض مع الرؤية العلمية المعاصرة تجاه أصول الإنسان ومنابع ثقافاته ومعتقداته. إن التاريخ الإنساني الحقيقي لا يتم مداولته في وسائل الإعلام الغربية ولا حتى في المؤسسات التعليمية، رغم الكم الهائل من الاكتشافات الأثرية المثيرة التي يمكن الاعتماد عليها في بناء قصة كاملة متكاملة حول أصول الإنسان. أما الأسباب فلا زالت مجهولة حتى الآن. في عام 1996 ميلادية بثت محطة NBC تلفزيونية برنامجا وثائقيا عنوانه أصول الإنسان الغامضة، وتم الكشف فيه عن حقائق أثرية مذهلة كانت مخفية في السابق، بالإضافة إلى اكتشافات أثرية حديثة، وأجريت مقابلات مع علماء آثار محترفين، ووضعت حقائق كثيرة أمام المشاهدين، وترك الأمر لهم كي يفسروا ويحللوا ويستنتجوا بالاعتماد على ما شاهدوه أمام أعينهم. لقى هذا البرنامج نجاحا كبيرا غير متوقع، وطلب الملايين من المشاهدين إعادة بث هذا البرنامج من جديد، مما كشف عن إعجابهم وتأثرهم به. لكن بنفس الوقت تلقى منتجو هذا البرنامج ومخرجوه الكثير من الرسائل المهينة والتهديدات، انهالت عليهم الشتائم والكلمات غير اللائقة من كل مكان. والغريب في الأمر هو أن جميع التعليقات السلبية التي تلقوها لم تحظى بمصداقية الحقائق الواردة في البرنامج، بل جميعها تركزت على أنه وجب عدم إطلاع الجماهير على هذه الحقائق المنافية للمعلومات الرسمية التي تتناول أصول الإنسان. الكثير من الكلمات القبيحة انهارت على فريق البرنامج، مصطلحات مثل كريه، شنيع، سافر، زبالة، مقزز للنفس، حثالة، قذارات، عمل حيواني، عمل أحمق، كاذبون، دجالون، مجانين، وغيرها من كلمات لا يمكن ذكرها. قد تظنون أن هذه الشتائم جاءت من أفواه مراهقين أو أشخاص غير مثقفين، لكن ستتفاجأ عندما تعرف أنها جاءت من رجال أكاديميين بارزين من جامعات محترمة مثل جامعة ييل وجامعة كاليفورنيا وجامعة ستيتس نيويورك وجامعة تكساس وجامعات أخرى في نيو مكسيكو، كولورادو وغيرها. أليس هكذا كانت ردة فعل كهنة العصور الوسطى تجاه الأفكار المنافية لتعاليمهم المقدسة؟ واثنان من هؤلاء الأكاديميين كانت ردة فعلهم هوجاء، لدرجة أنهم تلفظوا بتصريحات كشفت عن نواياهم الحقيقية مثل شكرا للمجهود الكبير الذي تبذلونه، لكن الجمهور الأمريكي غير قادر على تقييم أو استيعاب هذه التفاهات التي تدعونها. وكان المتصل الثاني أكثر صراحة حيث قال وجب حجبكم وتحريم برنامجكم عن الأثير، أي كأنهم يقولون إن الجماهير غير قادرة على تقييم الحقائق العلمية بنفسهم، ولا بد من الاعتماد على الطبقة العلمية الرسمية التي هي المزود الرئيسي والرسمي لتلك الحقائق. أما الأشخاص الآخرين الذين يزودون حقائق علمية مناقضة فوجب حجبهم عن الجماهير.
أحد مخرجي الأفلام الوثائقية البريطانية، مخرج برنامج هورايزون العلمي، قال لزميله في إحدى المناسبات: لا يجرؤ أي من المخرجين البريطانيين على إنتاج فيلم وثائقي يشكك بالمذهب الدارويني، لأن هذا العمل قد يؤدي إلى تهديد مصيره المهني، فيتابع ليقول هذه العبارة: العلم ليس قوي لأنه صحيح، بل العلم صحيح لأنه قوي. في شهر أكتوبر عام 1957 تم إطلاق القمر الصناعي الروسي سبوتنيك 1 إلى مداره الذي يبعد 584 ميلا عن الأرض، وهو يعتبر من أهم الانتصارات التي حققها الإنسان. بين الإثارة وعدم التصديق، قام ملايين من الناس حول العالم بمراقبة السماء في الليل ليلمحوا ذلك القمر الصناعي اللامع الذي يتهادى في طريقه بين النجوم من الشرق إلى الغرب. وقد حذت أمريكا خلال 4 شهور حذو روسيا، وبدأ بعدها السباق المحموم في تكنولوجيا الفضاء. بعد زمن طويل من التقدم البطيء، استطاعت البشرية فجأة أن تخرق مجال الكوكب الأرضي، وكان هذا أمرا مدهشا، وقد كتب لنا أن نرى ذلك ونحن على قيد الحياة. لكن فجأة جاء اكتشاف غريب من نوعه، ولكنه أخمد في الحال، واقتصر هذا السر على قلة قليلة من الخبراء والسلطات المختصة. وبينما كانت محطات الرصد تقوم بمراقبة قمر من تلك الأقمار الجديدة، كانت السماء المظلمة قد نشرت غموضا مرعبا. لقد تم اكتشاف قمر آخر للتو في المدار، قمر غامض، وجب ألا يكون هناك. بالتأكيد لم يكن أمريكيا ولا حتى روسيا. والحقيقة الغريبة من نوعها أنه لا أحد غيرهما قد وصل لتلك التقنية، وأن عالم الفلك الفرنسي جاك فال من محطة الرصد في باريس استطاع أن يرى ذلك الشيء 3 مرات عام 1961، ويلتقط 11 إشارة تحمل معلومات في غضون 45 ثانية. ويبدو أنه كان يدور بشكل معاكس على ارتفاع أكثر من 22,000 ميل فوق الأرض. لقد صعق الخبراء من وضع ذلك القمر في المدار، وكم من الوقت مضى عليه وهو هناك. الروس هم أول من بدأ بالتحقيق في الأمر، فتبعهم الأمريكان. لكن في جميع الأحوال الكل أجمع على أن هذا الشيء الغريب في المدار هو ليس نيزكا ولا خردة فضائية من أي نوع، بل مركبة من صنع حضارة عاقلة. هناك الكثير من الاكتشافات الحاصلة مؤخرا جعلتنا ننغمس في غموض مقلق حول الماضي المجهول. في فبراير عام 1961 كان مايك ميكسل ووالاس لين وفيرجينيا ماكسي يكتشفون جبل كوسو في كاليفورنيا على ارتفاع 4,300 قدم، عندما عثروا على مستحاثة صخرية والتي كانت بحد ذاتها أمر عاديا. ولكن انتظروا لتسمعوا الباقي. لقد توقعوا أن تكون حجرا كريما يحتوي على البلورات، وعندما قاموا بكسر تلك الجوهرة كانت المفاجأة الكبيرة. فبدلا من أن يجدوا البلورات، وجدوا داخلها أداة آلية تشبه شمعة الإشعال، وإذا شئتم فإنها شيء معقد. ولكن الأمر المحير هو عمرها كبير جدا، فقد قدرت السلطات عمرها بنصف مليون سنة. حتى إذا ما رفضنا فكرة مثل هذا التاريخ، فإن ذلك الشيء الغامض قديم جدا بشكل لا يمكن إنكاره، ومن الصعب أن نشرح ذلك بالاعتماد على نظرياتنا التقليدية. هل من المعقول علميا أن أشياء ينبغي عدم وجودها قد تكون موجودة في الحقيقة؟ هل كان هناك فترات بعيدة حيث كانت معجزات الإنسان تعتبر أمرا عاديا؟ ماذا لو أن شيئا قد حدث على هذا الكوكب في الأرض، وأن شيئا ضخما قام بإزالة جميع الآثار من سطح الأرض ما عدا بعض الأدلة التي عثرنا عليها الآن؟ أستطيع التخيل بماذا تفكرون في هذه اللحظة.
أنتم على الأرجح مندهشون، ولكن لديكم شك حول ذلك، أليس كذلك؟ إن إنسان ما قبل التاريخ ما كان ليصنع أشياء كقمر حول مدار الأرض أو شمعات الإشعال. نعم، إنني أعلم أن نظرية القرن 19 حول التطور والارتقاء قد درست لنا ونحن لا نزال طلابا صغار، وما زالت تدرس في جميع الدوائر التعليمية. وإن تلك القصة تقول أننا ارتقينا من الحالة البدائية إلى حالتنا المدنية المتحضرة بشكل بطيء، والسؤال الذي يبرز الآن، أيعقل أن يكون ذلك كله عبارة عن وهم؟ والسؤال الأكبر هو، هل تم إثبات نظرية التطور؟ إنه سؤال جيد، والحقيقة أن فكرة التطور بقيت دوما مجرد نظرية، وهي تعرض غالبا على أنها حقيقة، على الرغم من أنه من المستحيل إيجاد دليل مادي حقيقي لها. ولسوف تفاجؤون حين تعلمون أنه ليس فقط في بقعة واحدة من العالم، بل في كل أنحاء العالم هناك إنجازات قديمة يصعب تصديقها، وحتى أن بعضا منها يظهر تقنيات أكثر تطورا من تلك التي نمتلكها اليوم. وهل تعلمون أن جميع أساطير الأمم القديمة تحكي نفس القصة حول الانحدار من العصر الذهبي، وأن هناك كارثة قد مسحت العالم المتقدم من الوجود؟ وهنا تكمن النقطة الحاسمة، وقد أظهرت عمليات التنقيب حول العالم أن تلك الأساطير تتطابق مع الحقائق. هناك أحجار عملاقة وقطع معدنية، ولا يمكنك أن تنكر ذلك. إن نظرية العالم المتطور والتي أعطت حافزا لجميع الحضارات السابقة مقبولة ضمن نطاق التفكير العلمي. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ أعتقد بأن هذا الأمر وحقيقة لا يمكن أن نتجنبها. الإنسان قبل الطوفان، هل تعلم بأن العالم القديم كان متقدما عنا بحوالي 64 إنجاز علمي؟ وماذا عن 14 خريطة للعالم القديم والتي اختفت بشكل كامل حتى أننا اعتقدنا بأنها لم تكن موجودة أبدا؟ مخططات مسح للعالم القديم، رغم أن وجود القطبين لم يثبت قبل عام 1819، هذا على الأقل ما نشأنا على اعتقاده. تم اكتشاف خريطة قديمة للقارة المتجمدة تصورها كما كانت قبل أن تغطى بالجليد، مع أنهار ومضائق بحرية، ويبدو أنها حددتها بدقة كبيرة، حتى أن الأماكن المائية المشار إليها في الخريطة لا زالت اليوم كذلك، لكنها مغطاة بطبقات جلدية يبلغ سماكتها الميل، بالإضافة إلى سلسلة جبلية لم تكتشف إلا في عام 1952 ميلادية. أما خطوط الطول والعرض فقد أظهرت بدقة مع نظام رسم شبكي مشابه تماما لخرائط الملاحة الجوية المدنية اليوم. تذكروا أن هذه الخرائط تعود إلى 2000 قبل الميلاد إن لم يكن أكثر. هل تعرف أن الإنسان عرف سر الطيران قبل القرن 20 بزمن طويل جدا، وأن أقدم إنسان قطن الكهوف ارتدى ألبسة حديثة مثلنا تماما التجأ إليها بعد حصول كارثة كونية؟ وماذا عن المدن المنارة بوسائل كهربائية غير معروفة لنا اليوم؟ وهل زارت هذه الحضارة القديمة القمر قبلنا؟ هل سمعت عن الاكتشاف المثير الذي جرى على سطح القمر؟ هذا الاكتشاف الذي أخمد خلال أول بث مباشر، هل تعلم شيئا عن ما شاهده رواد الفضاء من الأعلى خلال هبوطهم على سطح القمر؟ لابد من أنه شيئا هائلا فعلا، حيث تم قطع البث لمدة 11 دقيقة. ما هو ذلك الشيء الذي وجب أن لا نراه؟ هل هناك خطأ ما في الطريقة التي نتعلم فيها عن ماضينا؟ هل صحيح أن علم الآثار الحقيقي بالإضافة إلى اكتشافاته الحديثة يمكنه أن يسحق نظرية النشوء التقليدية؟ هذه النظرية التي تحكم العالم الأكاديمي الحالي،
هل تريد الجواب الصحيح مرفق مع الدلائل والإثباتات؟ أما أهم أسرار علم الآثار فهي أنظمة وشبكات الاتفاق الأرضي السرية، سلسلة طويلة وغامضة من الأنفاق المنتشرة في مناطق مختلفة حول العالم تحت الصحاري والسلاسل الجبلية، وتمتد لمسافات طويلة وتعود إلى ما قبل التاريخ. فيها مصائد وشرائك بارعة، أبواب حجرية وتفرعات لا متناهية. أين توجد هذه الأنفاق بالضبط؟ لماذا حفرت؟ هل تم استكشاف أعماقها المظلمة؟ لماذا لم نسمع عنها؟ المدن القابعة في قاع المحيطات. قد يكون هذا من أغرب الأشياء التي سمعتها، مدينة تحت سطح البحر بعمق 6000 قدم، لكن هناك ما يمكن أن ينال اهتمامك أكثر. سفينة البحث السويدية الباتروس كانت عائدة من رحلة استكشافية في جنوب المحيط الأطلسي، لكن هناك ما يريد البروفيسور هانس باترسون إخبارنا به. قال: أقسم لك أن هذا لا يصدق. كنا نسبر السرير البحري على بعد 700 ميل شرقي البرازيل، وقد استخرجنا نماذج لنباتات مياه عذبة. هل يمكن تصديق ذلك؟ هل تعلم العمق الذي كانت فيه النباتات؟ 3000 ميل. وأضاف يقول: هذه النماذج احتوت في الواقع على أعضاء حية دقيقة، أغصان وحتى لحاء أشجار. اكتشاف آخر: في نفس الفترة تقريبا كانت تجري نقاشات محتدمة في لندن. هذا النقاش كان يتمحور حول اكتشاف مرجان بحرية على عمق يزيد عن 1000 متر في مواقع متفرقة في وسط المحيط الأطلنطي. وطبعا جميعنا نعلم بأن المرجان البحري ينمو فقط قريبا من مستوى سطح البحر، لذلك نستنتج بأن هذه المرجانة العميقة تشير إلى غرق مساحات شاسعة من الأرض وبشكل مفاجئ وسريع. وفي لندن كانوا يحاولون الاستقرار على تفسير محدد، إما القبول بفكرة أن السرير البحري هبط 1000 الأقدام إلى الأسفل، أو أن مستوى البحر ارتفع بشكل هائل ومخيف. في تلك الأثناء في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة كان البروفيسور مورس وينغ الجيولوجي البحري الشهير يقدم تقريرا حول اكتشاف بعثة بحرية لسهول شاسعة مغمورة على عمق 5000 قدم. قال: إن هذا مدهش حقا، فعلى هذا العمق اكتشفوا رمال شاطئ قديم يعود إلى ما قبل التاريخ. استحضرت هذه الرمال من أعماق تقارب 3.5 أميال بعيدا عن أي مكان حيث الشواطئ موجودة اليوم. وهناك موقع يبعد 1200 ميل عن أقرب يابسة. جميعنا نعلم أن رمال الشواطئ تتشكل نتيجة ضرب الأمواج على السواحل البحرية، فرمال الشواطئ لا تتشكل عميقا في قاع المحيطات. بعدها ألقى البروفيسور وينغ بالمفاجأة: إما أن اليابسة غارت 2 أو 3 أميال إلى الأسفل، أو أن البحر ارتفع مستواه 2 أو 3 أميال إلى الأعلى. وكلا الاستنتاجين هو مثير للذعر. ماذا يعني كل هذا؟ تلك الوقائع تشير إلى إحدى حقيقتين ثابتتين: إما حدوث انخفاض هائل وسريع لسرير المحيط يعجز العلم المنهجي عن تفسيره حتى الآن، أو حصول زيادة ضخمة وسريعة لمياه الكرة الأرضية، وهذا أيضا لا يمكن تفسيره. مدينة أخرى في قاع البحر. هذه المرة كان الاكتشاف المثير في المحيط الهادئ. السنة كانت 1965 ميلادية، وكان مركب أبحاث يدعى أنطون بروند يبحث في خليج نازاكا بجانب سواحل البيرو، وفجأة نادى مراقب السونار لقبطان السفينة. قال له متمتما: لا أعرف ما الذي ستفعله مع هذا، قاع البحر مملوء بالأشكال الهندسية المختلفة، هذا شيء يدعو إلى الحيرة.
أمر القبطان بعدها بإنزال آلة تصوير إلى قاع البحر على عمق 6000 قدم. كانت المفاجأة بانتظارهم. أظهرت الصور أعمدة ضخمة وجدران منتصبة بدا وكأنه مكتوب عليها بلغة غير مألوفة، وفي مواقع أخرى مجاورة وجد أحجار منحوتة بأشكال مختلفة كانت ملقاة على الأرض وكأنها تداعت لأسباب لا زالت مجهولة. ملاحو السفينة فركوا أعينهم بدهشة وبقوا محدقين بإمعان. هل هذا ممكن؟ بقايا مدينة كاملة قابعة تحت كمية ضخمة من المياه تصل لعمق ميل تحت سطح البحر. هل غمرت فجأة بسبب بعض الكوارث الطبيعية الهائلة إلى أن أصبحت الآن على عمق 6000 قدم؟ قبل نمو الأدغال، هل تعلم أن مدنا عديدة قديمة جدا ذات أحجار ضخمة مع شوارع مرصوفة وأهرامات عملاقة تغطيها غابات وأحراش كثيفة كانت قد شوهدت في الأمازون من قبل العديد من المستكشفين في السنوات الأخيرة؟ هل تعلم أن تلك المدن الغامضة بنيت عندما كان المناخ في حوض الأمازون أكثر اعتدالا والأنهار تسيل في أراضي خصبة؟ لكن كان ذلك قبل أن تكسوها الأدغال. بعض هذه الآثار قد شوهدت فعلا، لذا هذا ليس مجرد خيال. العديد من أحرفها الأبجدية المنقوشة متشابهة إلى حد بعيد مع مثيلاتها الفينيقية واليونانية التي سادت منذ 3000 و4000 سنة مضت. هل تعلم أنه عندما تم بناء المدن في أمريكا الجنوبية كان حوض الأمازون بأكمله مجرد بحر داخلي قليل العمق؟ بعض العلماء البرازيليين قالوا إن لديهم دليل بأن بحر الأمازون هذا كان موجودا في الفترة التي تقارب 1200 قبل الميلاد، في تلك الأيام الأولى عندما كانت أمريكا الجنوبية خالية من الأدغال. استوطن الجنس البشري وأقام حضارة مزدهرة دامت فترة طويلة من الزمن. ربما ليس لديك فكرة كم كانت هي رائعة وخيالية تلك المدن. فالسكان غطوا جدرانهم بألواح رفيعة من الذهب. بنيت المدن من قبل شعوب ذات الوجوه الجميلة واستخدموا عملة الذهب وأبحروا في أساطيل سريعة. أبنيتهم كانت من الحجارة البيضاء الناصعة. كانت مدنهم تزهو بالساحات العامة الضخمة والشوارع المرصوفة. معابدهم كانت مزخرفة، أهراماتهم كانت عالية دائرية الشكل، قصور فخمة وحدائق ونوافير. أنشأوا المنارات الساحلية واستخدموا العدسات والعاكسات. أحيطت المدن بأسوار شاهقة ليس من أجل المعتادين المتوحشين، وإنما من أجل صد مياه خليج مارانون أو بحر الأمازون الشديدين. ووفقا للتقاليد المحلية فقد استخدموا مصادر طاقة للإنارة مشابهة لمصابيحنا الكهربائية. خبراء في الإنكار والنفي. كتب خبير علمي مؤخرا يقول بأن غابة الأمازون موجودة هناك منذ ملايين السنين، وأن البدائيين فقط عاشوا هناك. القليل مما عرف واكتشف ووجد طريقه إلى نصوص الكتب المدرسية. وفي حال خرجت تلك المعلومات من الخفاء إلى العلن، ستصبح المسلمات العلمية المقدسة حول نظرية النشوء في خطر داهم. سيحصل انقلاب جذري في العالم الأكاديمي. ففي الحقيقة تؤكد الدلائل الطاغية بأن أمريكا الجنوبية معروفة جيدا في العصور السحيقة قبل أن تغمرها الغابة. كانت تزخر بالمدن العظيمة، إمبراطوريات جبارة بسطت نفوذها فوق القارة. كان سكانها يحترفون الكتابة. أما الاتصالات الدولية التي سادت في الماضي السحيق فكانت تضاهي تلك الموجودة اليوم. لقد أصبح من الواضح تماما بأن التاريخ بحاجة لأن يكتب من جديد. هل خطر في بالك يوما سؤال مثير؟ لماذا تخلو التقاليد الشعبية السائدة بين القبائل البدائية في جميع أرجاء العالم من مفاهيم تتحدث عن تطور الإنسان من مستوى بدائي إلى مستوى متقدم؟
حيث أن جميع تقاليدهم تؤكد أن الإنسان انحدر من مستوى راقي ومتقدم جدا إلى مستواه الوضيع الحالي، أي بعكس ما نعتقده نحن كأفراد متحضرين، حيث نعتمد على نظرية التطور التدريجي ابتداء من مستوى متدني متوحش ووضيع. إليكم الحقيقة، بعد أن دمرت الحضارات المزدهرة بمدنها المتطورة بفعل الزلازل والبراكين أو الحروب، انحدر بعدها الناجون إلى مستويات بدائية مقاربة للتوحش، ولم يمض وقت طويل قبل أن تنمو الأحراش والغابات الكثيفة لتغطي تلك المناطق المنكوبة. هناك العديد من الأعراف القديمة التي أبقت على جزء من الثقافات المتقدمة التي سادت قبل الكارثة وازدهرت من جديد قبل عدة آلاف من السنين، لكن سلالتهم الآن تفرقوا مرة أخرى وعادوا يعيشون كقبائل بدائية تقطن وسط الأدغال والصحاري والجزر النائية. يقول الخبراء الرسميين بأن الكتابة لم تكن معروفة في أمريكا الجنوبية، هذا خطأ فادح وجب إصلاحه. ففي القرن 18 عثر بين قبائل البانو على العديد من الكتب فيها رسومات رائعة وكتابة هيروغليفية أنيقة. هؤلاء الهنود قالوا بأن هذه الكتب التي توارثوها من الأب إلى الابن احتوت على تاريخ الأحداث التي حصلت في أيام أسلافهم. أما هذه الكتب فصفحاتها مصنوعة من القطن الناعم ومظهرها الخارجي يشبه أوراق الكوارتز الحديثة، حيث أحيطت بغطاء راقي الجودة تم صناعته وتغليفه بطريقة أكثر رقيا من التي نعرفها اليوم. أحد تلك الكتب القديمة حصل عليها فراي ثاركيسيوس جيليار وأرسلها إلى ليما عاصمة البيرو ليتم تدقيقها من قبل بيسيز نيروس مؤلف مجلة تدعى الميركوريو بيرانو، بالإضافة إلى أن العديد من الأشخاص تصفحوا هذا الكتاب وأخضعوه للبحث الدقيق. كل صفحة كانت مغطاة برسومات وخطوط منظمة من أسلوب الرمز الهيروغليفي. إذن نستنتج بأنه لدينا هنا شعب من المتوحشين يعيشون حياة بدائية، لكن مع إرث متطور انحدر إليهم من أسلاف متطورين وبدرجة عالية من الرقي. إن التاريخ بحاجة فعلا لأن يكتب من جديد. إن القصة التي نوشك على روايتها تتعلق بتكنولوجيا كان أصحابها أغنى بكثير مما نتخيل، وسأريكم كيف أن الطوفان الذي أصاب العالم قد حول هذه الحضارات إلى أشلاء، وسأتحدث عن المحاولات اللاحقة لإحياء هذا المجد الضائع وعن المحرقة النارية التي تخللت ذلك حتى أصبح معظم الناجين متوحشين وهمجيين. إنه وقت الحقيقة، فالنظريات العديدة السائدة اليوم قد خدعت العديد من الناس لسنوات عديدة، لكن لكل شيء نهاية. سوف لن نتمكن من معرفة جميع الحقائق، ولكن لدينا من الأدلة ما يكفي لنحرق كل علومنا ومعارفنا التقليدية. وعندما تعتبر أننا نقوم بتعرية ماضينا السري وأيامنا الأولى على سطح الأرض وتاريخ كل عائلة، فإن ذلك الأمر سيصبح ممتعا حقا. أعتقد أنه كلما ازداد الدليل تعقيدا كلما شعرتم بازدياد الإثارة، كالشخص الذي يهبط على سطح كوكب جديد مجهول. إن الاكتشافات التي يتم شرحها كل يوم خلال الأحاديث اليومية تثير اهتمام العامة. إنها قصة ثروة كبيرة، مصادرة، منسية، لكن تم اكتشافها من جديد. هناك شيء يدعو للتشاؤم حول هذا. لقد استيقظنا في أواخر القرن العشرين لنجد أنفسنا وسط صراع ثقافي هائل، وعندما نصل بتقدمنا التكنولوجي إلى آفاق جديدة أبعد مما كنا نتخيل، نجد أنفسنا وجها لوجه أمام ماضينا وندرك أننا كنا هنا من قبل، وكان المشهد العالمي في الماضي كما الآن يسوده العنف والفساد، وكادت النهاية أن تكون إبادة شاملة. وقد يجعلنا هذا نتساءل، هل سيحدث شيء كهذا مجددا؟
وهل يمكن أن يكون للمحرقة أثر يوازي أثر الطوفان الأول؟ وربما نستطيع أن نقيم هذه المسألة عن قرب. وفي هذه الأثناء ستقدم نزهتنا إلى الماضي الكثير من المباهج المخبأة. المدخل. في حوالي 3400 قبل الميلاد اختفى ما يقارب 2 مليار من الناس ومسحوا تماما مع تقنياتهم المذهلة من على وجه الأرض. هذا العرق البشري المتفوق تكنولوجيا سبقنا إلى القمر وفي صنع الكمبيوتر وكذلك الحرب النووية. في الجزء الأول يقدم لنا الكاتب معلومات مذهلة عن هذه الحضارات المتقدمة والتي دمرت بالكامل وأزيلت عن الوجود نتيجة كارثة كونية شاملة أنتجت موجات عملاقة من الماء بلغ ارتفاعها 6000 قدم. وقد عرفت هذه الكارثة في العالم باسم الطوفان العظيم، وقد ذكر هذا الطوفان في الكثير من المراجع القديمة جدا. انتشر بعدها أحفاد هذا العرق العظيم من جبل أرارات في أرمينيا بالإضافة إلى مناطق أخرى في العالم مثل الهيمالايا ليعيدوا إنشاء حضارات متقدمة تكنولوجيا لكن بدرجة أقل، ولكنهم كانوا على معرفة جيدة بأصول حضارة أسلافهم العظماء. يؤكد الكاتب أن نظرية التطور التقدم التدريجي للإنسان لا تستطيع أن تصمد أمام الحقائق المستخلصة من الاكتشافات الأثرية مجتمعة، فجميعها تشير إلى حقيقة واضحة فحواها أن الإنسان كان متقدما جدا تكنولوجيا وفكريا وعاش في مدن عظيمة وبنى حضارات جبارة، لكن هذه الحضارة تراجعت وانحدر الإنسان من القمة إلى الحضيض حيث حياة البدائية والتوحش. وفي عام 2000 قبل الميلاد حدث انهيار كبير على مستوى عالمي، وهذه المرة كان نتيجة محرقة نووية هائلة. وبعدها بدأت مرحلة التاريخ المسجل الذي نعرفه في وقتنا الحاضر، التاريخ الرسمي الذي ندرسه في المدارس. يشير المتنبئون في وقتنا الحالي والذين يعتمدون في تنبؤاتهم على الكتب المقدسة والمخطوطات القديمة الأخرى إلى أن البشرية اليوم هي في طريقها إلى كارثة رهيبة أخرى. ألا تشير الوقائع والمعطيات الحالية إلى هذا؟ أما في القسم الثاني فيقدم لنا الكاتب البراهين والإثباتات على وجود هذه الحضارة العظيمة المفقودة وأصولها وسلالتها المتعاقبة. مجلات كثيرة مثل علم الجغرافيا، الفلك، الرياضيات، المعادن، الأعمال الزجاجية، الحجارة العملاقة، تقنيات البناء، الاختراعات الميكانيكية، الألبسة، الفن، الصحة، الكهرباء، الطيران، الأسرار المفقودة والأسلحة وغيرها من المجلات التي ستكشفها قائمة طويلة تتألف من 1000 فقرة تثبت بشدة وجود تقنيات قديمة متفوقة على التقنيات الموجودة في أيامنا الحالية. هل تعرفون أن هناك أدلة قوية على وجود مستعمرات بشرية وجدت على سطح القمر والمريخ، وأن سكان الكهوف الأوائل ارتدوا ملابس مثلنا، وأن الإنسان عرف أسرار الطيران قبل القرن العشرين، وأن الحضارات القديمة كانت تجري عمليات القلب المفتوحة والتصوير باستخدام أشعة إكس، وأنه كان هناك مدن منارة بالكهرباء من مصدر غامض لازلنا نجهله في وقتنا الحالي. جميع هذه الأدلة المذهلة اللامتناهية تشير إلى وجود حضارات عظيمة ازدهرت يوما في إحدى فترات التاريخ السحيقة، فلا يمكننا الاستمرار في تجاهلها، لا يمكننا فعل ذلك أبدا. الفصل الأول. حضارة عالمية موحدة اندثرت في كارثة كونية. تصف الموروثات الشعبية الناجين من الطوفان بأنهم كالآلهة وأنهم أعضاء حضارة راقية جدا اندثرت بالكامل بعد الطوفان العظيم. تؤكد السجلات المصرية أن مملكة الآلهة
التي سادت قبل السلالة الفرعونية الأولى كانت ذات منزلة رفيعة وقوة خارقة. يذكر البوبول فو وهو الكتاب المقدس عند هنود الكوينتشي في غواتيمالا أن العرق الأول من البشر الذي ساد قبل الطوفان كان يملك كل أنواع المعرفة، فقد درسوا زوايا السماء الأربعة ومسحوا السطح الدائري للأرض، وعلى ضوء ذلك بدأت الأساطير اليونانية تبدو معقولة بعض الشيء، ويمكن اعتبارها ذكريات عرق بشري منحدر لحضارات جبارة ومتقدمة جدا سادت يوما على هذه الأرض، لكن في ماضي بعيد جدا. هل يمكن افتراض أن كل الشعوب المنتشرة في جميع القارات قد اخترعت مثل هذه الرواية الموحدة؟ هل تحدثوا جميعا عن العصر الذهبي بمحض الصدفة ودون أي أساس موحد يجمع بينها؟ في الواقع هذا يجعلني أسأل السؤال التالي: ما دام الإنسان قد تطور من مرحلة بدائية متوحشة، لماذا إذن تتحدث جميع الموروثات الشعبية عن عصر ذهبي ساد في الماضي البعيد؟ بدلا من أن تتحدث عن ماض همجي متخلف، هل يستطيع أحد تفسير ذلك؟ حتى في الأماكن النائية التي يعجز سكانها عن الكتابة بسبب الحياة البدائية التي فرضتها المآسي الناتجة من الكارثة الكونية، فإن ذلك الماضي العظيم لا زال عالقا في الذاكرة، وقصة العصر الذهبي لا زالت تتناقله الأجيال شفهيا. في هذه النقطة ربما تتساءلون: هل نستطيع أن نعتمد على مصداقية الأساطير القديمة؟ للأسف الشديد أقول أننا نشأنا على رفض تصديق الفلكلور وعلم الأساطير وأخذها بعين الجد، ولكن أليس هذا أمرا غير علمي؟ خاصة أن الموروثات الشعبية والأساطير غالبا ما تقودنا لاكتشاف آثار مادية لما كان يروى، غالبا ما تستند الأساطير على جوهر الحقيقة. فيما يتعلق بهذه المسألة يذكرنا عالم الاجتماع الأمريكي ويليام بريسكوت: ربما تندثر أمة وتترك خلفها ذاكرة وجودها فقط، لكن قصص العلوم التي جمعتها سوف تبقى للأبد. وجب أن تعلم بأن الفلكلور هو عبارة عن مستحاثة تاريخية تحفظ التاريخ الحقيقي، لكنها متخفية تحت غطاء من الترسبات القصصية الملونة، وإذا جردناها من الخرافات فسوف نجد قصة حقيقية عن حدث حصل فعلا. لكن خلال عملية التناقل من جيل إلى جيل يتم طمس بعضا من الحقائق وتحريفها ومن ثم إغفالها، لكن الجوهر سيبقى. وقد حذر البروفيسور إفريموف من الاتحاد السوفيتي أنه وجب على المؤرخين الغربيين أن يحترموا الفلكلور القديم أكثر، وقد اتهم علماء الغرب بعنجهيتهم وذلك لرفضهم لفكرة شعب العالم الموحد في الماضي البعيد. ينبغي علينا مواجهة الحقيقة والاعتراف بأن الأساطير عادة ما تستند على جوهر الحقيقة. لنأخذ على سبيل المثال أسطورة طروادة، فلم يدرس أي باحث إلياذة هوميروس أو الأوديسية على أنها تاريخ حقيقي، لكن شيليمان الذي وضع ثقته فيها واعتبرها تاريخا واقعيا اكتشف في النهاية مدينة طروادة الأسطورية. تحدثت الإليادة عن كأس مزخرفة بطيور الحمام والتي استخدمها أوديسيوس، فقد وجد شيليمان في هذا الموقع الأثري كأسا يحمل نفس المواصفات يعود إلى 3600 سنة مضت. حكى هيرودس قصة أسطورية عن بلاد بعيدة حيث تقوم مجموعة من العنقوات بحماية كنز ذهبي، وقد تم العثور على تلك الأرض الآن بالإضافة إلى منجم قديم للذهب، وهناك زخارف فنية من حضارة راقية قديمة، وتظهر العنقاء بوضوح على هذه الرسوم. فتبين بالتالي أن هذه الأسطورة الغامضة ما هي إلا حقيقة. وتحدثت أسطورة هندية مكسيكية عن بئر مقدسة للأضاحي حيث كانت ترمي داخلها العذارة والمجوهرات، وقد رفض المؤرخون ذلك واعتبروها على أنها مجرد حكاية خيالية، إلى أن البئر اكتشف فعلا في مدينة تشيتشن إيتزا وذلك في القرن التاسع عشر. ذاكرة أجدادنا عن العصر الذهبي
إذا كان علينا تصديق القصص التي تناولت الأعراق القديمة، فنستنتج بأن تاريخ الإنسان المبكر هو في الواقع تاريخ عظيم ومدهش، كان عصرا ذهبيا لحضارة متقدمة وشعوب جبارة. كانوا يمتلكون ذكاء وتقنيات تفوق ما نمتلكه الآن. يبدو أن هذا الواقع هو حقيقة عالمية عرفها كل شخص عاش في العصور القديمة. تؤكد النصوص المقدسة أن البشر امتلكوا منذ البداية قدرات عقلية استثنائية، وانطلاقا من الأرض البكر فقد توصلوا إلى بناء حضارة ذات مستوى رفيع بعد مرور 6 أجيال فقط على وجودهم الأول. وخلال تلك الفترة القصيرة أصبحوا قادرين على بناء المدن وصناعة آلات موسيقية معقدة، حتى أنهم استطاعوا صهر المعادن. وفي الحقيقة مع مثل هذه التطورات العلمية يبدو أن القدماء لم يكونوا أغبياء أو ذوي خلفية متوحشة. ربما نتساءل إلى أي مدى تمكنوا من التقدم وتطوير تلك التقنية خلال القرون القليلة التي سبقت الطوفان العظيم، وهل كانت المعجزات العلمية شائعة كما هي اليوم؟ أعتقد أنه من البديهي أن نسأل هذا السؤال. تخيل ذلك إذا كنت تستطيع. مدن تشع بالألوان كقوس قزح، بيوتها من الكريستال التي تعطي جميع ألوان الطيف، ونحن ما نزال نتحدث عن الملاحة الجوية والحواسيب ومادة البلاستيك. أتعلم أنه حين قام المخترع ألكسندر غراهام بيل بابتكار الهاتف أشار إلى أن هذا الجهاز قد صنع من قبل، حيث قال إنما نفعله هو إعادة اختراع أجهزة قديمة. أجل، ما قرأتموه للتو هو صحيح، هذا تماما ما قاله بيل. في الواقع فقد أكد العالم البريطاني الباريس فريدريك سودي الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء على هذه المسألة. فقد تساءل فيما إذا كان القدماء لم يتوصلوا فقط إلى معارفنا الحالية، بل إلى قوة هائلة لازلنا نجهلها حتى الآن. بقايا مادية. من أين حصل كل من المخترع بيل والعالم سودي على معلوماتهم؟ ربما حصلوا عليها من سجلات قديمة مهترئة لا أحد يعلم. ومع ذلك فإن بحثنا لا يعتمد على نصوص وتقارير قديمة، بل على اكتشافات علمية معترف بها. فهناك أدوات من صنع الإنسان تم اكتشافها مؤخرا لا يمكن إنكارها، وبالتحديد الأدوات المعدنية الموضوعة في المتاحف، مما لا شك فيه أنها قد صنعت في العالم القديم وتتطلب تقنية متطورة جدا، تقنية لا يمكن تكرارها حتى في يومنا هذا. ويتعاظم الدليل على ذلك يوميا كدليل على أن الأسرار الأساسية للتقنية الحديثة كانت معروفة ومنسية منذ زمن طويل. ودليل أيضا على أن الإنسان الأول قد خلق مجتمعا يسبق مجتمعاتنا المعاصرة بكل وسائل التطور والتقدم. في الواقع إن العالم بأكمله هو عبارة عن قبر إنسان ميت وفردوس لصائد الكنوز، وحين نهم بإزالة غطاء القبر تبدأ الإثارة. وها نحن الآن نقوم ببطء برفع الغطاء عن تلك التقنية المفقودة والتي تشبه الخيال العلمي إلى حد كبير، ونقف وجها لوجه أمام معجزات منافية للمنطق كزرع الدماغ والمستعمرات على المريخ والناس غير المرئيين. ثم نتساءل ماذا بعد؟ يجب أن نعترف أن مثل هذه المفاهيم تحمل الكثير من المصداقية، وتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي: هل استطاع القدماء أن يتطوروا إلى هذا الحد؟ ربما علينا أن نأخذ عصرنا كمقياس. ألم تكن معظم الاختراعات غير معروفة بشكل كامل أو حتى صعبة التصديق؟ ومنذ ذلك الحين فإن التطور كان مفاجئا وسريعا، ويتنبأ الباحثون بأنه بعد 15 عاما من الوقت الحاضر فإن معرفتنا وعلومنا سوف تتضاعف. هل تستوعبون ماذا يعني ذلك؟ كيف يمكن للمرء إذن أن يستوعب المعرفة والتقنيات التي سادت عند حضارات ما قبل الطوفان؟ الطوفان. كانت الحرب العالمية مشتعلة في ذلك الوقت، حيث حدثت كارثة عظيمة في القرن 34 قبل الميلاد.
سببت تمايلا واهتزازا في القشرة الأرضية وأدت إلى تمزيقها إلى أشلاء، واجتاح طوفان عظيم الكوكب بأكمله. كان ذلك اليوم كغيره معتدلا ولطيفا، كان ملايين من الناس يتناولون عشاءهم ويلهون ويرتاحون. وفي إحدى ساعات الليل أحدثت الأرض اهتزازا عظيما، ومال الكوكب عن محوره نتيجة لقوى كونية خارجية. وبين لمعان البرق وهدير الرعد الذي لم تشهد البشرية أسوأ منه، بدأ الغطاء الجوي الأرضي يتلاشى، وراح البخار الكثيف يتجمع، وقذفت السماء شلالات من الماء نحو سطح الأرض. بدأ منسوب الماء يرتفع بشكل سريع، وانطلق العنان للقوى الكونية ذات العنف الهائل والمخيف، وانزلقت كتل ضخمة من الأرض مع سكانها إلى البحر محدثة هزة مرعبة. وأصبح سطح الكرة الأرضية بأكملها بحالة من الاضطراب الهائل، حيث اختلطت القارات والبحار مع بعضها، واندفعت موجات المد مترافقة بإعصار هائل بلغ ارتفاعها 6000 قدم، زحفت باتجاه القطبين، وأطبقت سحب الحمم البركانية والغازات الخانقة على كل أشكال الحياة. مسحت تلك الكارثة الكبرى الحضارات الأولى عن سطح الأرض، ودفنت جميع معالمها في قبرها المائي وإلى الأبد. ولم تدفن شعوب ما قبل الطوفان فحسب، بل دفنت إنجازاتهم العلمية بما في ذلك جميع أشكال الأبنية والآلات. ومن المعقول أن المناطق الأكثر اكتضادا بالسكان قد غمرت في البحر أو دفنت تحت آلاف الأقدام من الرواسب والحطام. وقد قدر علميا بأن 75% من سطح الأرض هو ذو طبيعة رسوبية تمتد كما في الهند لعمق يصل 60,000 قدم. اهتزاز الأرض وتمزقها لن يهدأ لقرون، مخلفا ما لا يقل عن 3000 ثوران بركاني وغمامة كثيفة من الغبار غطت سطح الأرض بالكامل، حاجبة الشمس ومسببة لأضرار في المناخ لمئات من السنين. وهكذا بدأ العصر الجليدي. أما بخصوص القلة التي نجت من البشر فقد كانت نجاتهم معجزة بكل معنى الكلمة، وقد أنقذوا بعضا من علومهم وتقنياتهم المتطورة وبعض السجلات ومقتطفات من المعرفة التي توارثتها الأجيال التي تلتها. وللقارئ الذي لا يعرف عن هذا الحدث أقول أن كارثة الطوفان العظيم هي واحدة من الحقائق التاريخية الثابتة والأساسية، وليس فقط الأدلة الجيولوجية التي تشير إلى ذلك، بل هذا الحدث ترك انطباعا لا يمكن محوه من ذاكرة الجنس البشري. وقد أظهر تحليل أجري على حوالي 600 من الموروثات الشعبية التي تتحدث عن الطوفان، وكشف هذا التحليل تشابها في نقاط رئيسية عديدة، مثل الفساد الذي ساد الجنس البشري قبل الطوفان، التحذير من الطوفان الذي لم يلقي له الناس بالا، سفينة النجاة، نجاة 8 أشخاص مع زوج واحد من كل الأشكال الحيوانية، إرسال طائر للبحث عن أرض مناسبة، أهمية قوس قزح كدليل على وجود تلك الأرض، انحدار البشرية من الجبال، وإعادة تناسل البشرية بأكملها من قاسم مشترك واحد هو مجموعة الناجين. وهناك ملاحظة أساسية، هي أن الاسم نوح لم يقتصر ذكره في الكتب السماوية فقط، بل في ثقافات وتقاليد منتشرة في بقاع مختلفة حول العالم. فعندما نأخذ بعين الاعتبار الاختلافات النهائية للغات المتداولة بين الشعوب والتحريف المحلي الكبير الذي طرأ على أساطير الطوفان، ومع ذلك فإن الاسم بقي على حاله دون تغيير في مناطق منعزلة مثل جزيرة هاواي حيث كان يدعى نو، وفي السودان القديمة نوه، وفي الصين نو وا، وفي منطقة الأمازون نوا، وفي فريجيا منطقة تقع في الجنوب الغربي من آسيا الصغرى نوي، وعند شعب البوشمان في جنوب إفريقيا نوه أو هيا نوه. فكر بالأمر، هل ابتدعت كل من تلك الأمم بشكل مستقل نفس الاسم الذي حمله جدهم الأول الناجي من الطوفان؟ أم أن كل هذه الشعوب المنفصلة والمتباعدة تنحدر من نفس مجموعة الناجين؟
لدينا الآن سببا كافيا للاعتقاد بأن بعد الطوفان انبثقت البشرية من مجموعة واحدة في الفصول من 2 إلى 6. سوف نثبت أنهم لم يكونوا أغبياء أو معتوهين أو غير مثقفين، بل كانوا مثقفين ويحملون إرثا ثقافيا عظيما قبل أن يتفرقوا وينتشروا. في الفصل 5 نبين سبب انزلاقهم في عالم الجهل والنسيان. أما الفصل 7 فإنه يطرح 3 أسئلة تحمل تحديات وتحتاج إلى إجابات. الفصل 2، لماذا ظهرت المدن الأولى فجأة وهي بكامل ازدهارها؟ استكشاف على لسان الباحث جوناثان غراي. عندما كنت أستكشف معبدا للخصوبة بالقرب من كالكوتا في الهند، قابلت المستكشف إدغار سافاج. كنت قبلها أتأمل بعض التكهنات القديمة التي تعلن عن نهاية الحضارة الحديثة، والتي تعتمد في مصداقيتها على أساس كارثة مشابهة حصلت في الماضي. طبعا عندما يريد أي شخص أخذ هذه التنبؤات على محمل الجد، فإنها يجب أن تكون قائمة على أساس بأن ذلك الحدث المرتبط بهذه التنبؤات قد حدث فعلا. عرفت إدغار على أنه عالم آثار متمرس، ورغم أن تصريحه أشعرني بالخوف، فقد شاركته في ذلك المساء بطعام هندي وعصير المانجو المثلج. لنتكلم بوضوح، قال إدغار: إن وجهة النظر السائدة هي ظهورنا كبدائيين في بدايات العصر الحجري، وأنها كانت خطوات بطيئة لكنها ثابتة باتجاه الحضارة. وتابع: بطبيعة الحال توقعت أن إجراء تحقيق حول موقع يدل على البدايات الأولى للتطور البشري سيثبت هذه الحقيقة، لكن ما ظهر كان مختلفا تماما عن هذا. إن الأمر المشترك بين كل الحالات وأن كل الثقافات بدأت فجأة وتطورت كليا. إن فكرة العصور البدائية الطويلة لم تلق دعم علماء الآثار، ولكن ترددت باحثا عن الكلمات المناسبة. تابع قوله: قبل ظهور المدن على الأرض لم يكن هناك شيء على الإطلاق، بل كانت الأرض مجرد صحيفة بيضاء. هل تقصد بأن هذا الدليل يشير إلى عدم وجود صلة بين الحضارات القديمة وأسلافنا البدائيين؟ بالضبط، فهم لم يصلوا إلى الذروة، بل كانوا في الذروة من البداية. فصحت قائلا: هراء، يجب أن يكون هناك تجربة وخطأ وتصحيح وصقل مهارات ومن ثم تطور. ظهور مفاجئ، استمر إدغار قائلا: في البداية أنا أيضا لم أصدق هذا. كان هناك نموذج واحد فقط، وهو الظهور المفاجئ للحضارات في كل أرجاء العالم. 5 مصادفات أو نموذج وحيد، سمها ما شئت. نظرت إليه: ما معنى ذلك؟ حسنا، كان هناك مصر التي نشأت فجأة من حوالي 3000 سنة قبل الميلاد، وتطورت دون الانتقال من مرحلة بدائية. لقد نشأ فيها مجتمع مذهل كامل التطور. تابع قائلا: معابد هائلة ومدن ضخمة وأهرامات بحجوم هائلة ممتدة على نحو شاسع، وتماثيل هائلة بقوة رهيبة، وقبور وأنفاق فاخرة، أما شوارعها فهي مثيرة حيث كانت مزينة بمنحوتات فخمة، وأنظمة تصريف متكاملة، ونظامها العشري الموجود منذ البداية، والكتابة الراقية بنظامها المبني على أساس جيد، حيث كل شخص فرعوني لديه أكثر من 5 أسماء، والمجتمع الذي كان مقسما إلى طبقات متنوعة، والجيش ذو الخدمة المدنية والمقسم إلى سلطات متسلسلة، والنظام الإداري الذي يدل على نظام متطور ومتكامل. حرك إدغار صحنه قائلا: من فترة بعيدة كان هناك سجلات تظهر بأنه كان لمصر مستوى من الحضارة غير قابل للتفسير. أعرف أن هذا يبدو جنونيا، لكنها الحقيقة. أفرغت كأسي دون أن أتذوقه وسكبت كأسا آخر. ماذا لو؟ قال إدغار: استمر، ليس مهما، فأنا أحتاج لجولة في هذا الهواء الليلي العليل. كان الليل ساكنا في الخارج مغطى بعباءة سوداء فاحمة،
وأشعة مجرة درب التبانة عن مسافة قريبة بإشعاع جميل، ودغدغ النسيم العليل وجهي، وكل هذا أرجع ذاكرتي إلى الوراء، إلى الوراء. قال: شيء لا يمكن تفسيره، لا يمكن تفسيره إلا إذا. ولمعت الفكرة في رأسي فجأة: هذه هي. وسمعت نفسي أصرخ، وفرحا بنفس الوقت، لأن أحدا لا يسمعني. فعلا لا يمكن تفسير هذا الشيء إلا إذا أخذت مصر تراثها من مكان آخر. نشأت مصر من حضارة مبنية على أساس واضح. عدت إلى الداخل بمهابة، فسمعني إدغار في الخارج: إذن لقد أخذت مصر حضارتها من مكان آخر. وضع عالم الآثار إصبعه تحت قبة قميصه وأنزلها تحته قائلا: صحيح. ثم أخذ نفسا عميقا وحاول مرة ثانية: من كانت الأم الخفية لمصر؟ علي أن أعترف، لقد استوقفني هذا للحظة. استمر قائلا: لم تكن مصر فقط، انظر إلى سومر التي ظهرت من حوالي 3000 قبل الميلاد، حيث تشبه هذه الحضارة السومرية بمواصفاتها الحضارة المصرية من جهة ظهورها بشكل فجائي وغير متوقع وانبثاقها من الفراغ. لقد دعاها فرانكفورت الباحث في موقع تل عقير بأنها مذهلة، كما أطلق عليها بيير أميه الباحث في موقع إيلام أنها غير عادية. أما باروت الباحث في سومر فقد وصفها بأنها لهب استعر فجأة، كما أكد ليو أوبنهايم الباحث في بلاد ما بين النهرين القديمة على أنها فترة قصيرة مذهلة نشأت منها الحضارة. وقد أوجزها جوزيف كامبل في كتابه أقنعة الإله على هذا النحو: بسرعة مذهلة تظهر النواة الأولى لكل الحضارات الراقية في العالم في هذه الحديقة السومرية الطينية. جعد إدغار منديله في صحنه، وها هي مصادفتك الثانية، عبر إيد بوضوح قائلا: لقد تفحصت أيضا الدليل المكتشف في موقع هارابا وموهينجو دارو، حيث كان الدليل الرئيسي على الحضارة الهندوسية التي ظهرت فجأة دون أي آثار واضحة لتطورها التدريجي من مراحل بدائية. هذه هي المصادفة الثالثة. فتح عالم الآثار فمه ثم أغلقه ثانية: ربما أصبت بالإرهاق. وقال بتمعن: ولكن هناك احتمال واحد يجب أن أفسره. هل تعتقد بوجود حدث مجهول ومفاجئ خلف كل هذا؟ أنت ترى أن شعب المايا في أمريكا يدخلون ضمن هذه الفرضية، ويعود التقويم الزمني لهذه الشعوب إلى نفس الفترة تقريبا 3000 قبل الميلاد. ودون شك فقد كانت نصوصهم واضحة وكاملة مع بداية تاريخهم الثقافي. مفاجأة أخرى: نهضت وانحنيت على الجدار الطيني لأتفحص الدليل. 4 مصادفات غريبة. أنت قلت أنها 5. بالفعل لقد ظهر بنات الحجارة العملاقة في جنوب غرب أوروبا في نفس الفترة تقريبا، وكل الإنجازات التي قاموا بها كانت متطابقة. الاكتشاف المتزامن للمثلثات الفيثاغورية والتقويم الزمني الدقيق والبوصلة الحقيقية التي تحدد جهة الشمال بدقة، ومعرفة تحركات الأجسام السماوية من ضمنها كانت معرفة حقيقية أن الأرض هي كروية الشكل ونظام القياس الدقيق أيضا. حسنا يا جون، ليس هناك خلاف حول الحقائق، فقد تمنى أن يكون لدي إجابة على ذلك. وفي اليوم التالي كان إدغار في طريقه إلى نيبال، والشيء الأكيد هو أن لقاءنا التالي سيكون لقاء ممتعا. لم أستطع النوم تلك الليلة، كان رأسي يؤلمني جدا وكان الغموض يزداد. كيف يمكن أن يكون كل هذا ممكنا؟ العديد من الحضارات المتزامنة المنبثقة في فترة واحدة. أخذت خريطة ووضعت دوائرا على أماكن هذه الحضارات التي نشأت بشكل مفاجئ، وركزت نظري عليها. هل يمكن أن يكون لكل هذه الحضارات مصدر مشترك؟ هل كان يوجد أي اتصال بينها؟
بدأت أجمع كل معلومة متوفرة لدي، وخلال الأشهر القليلة القادمة سيستمر البحث عبر عشرات البلدان. في هذه الأثناء كانت ما تزال تلك الفكرة طاغية على تفكيري، ألا وهي: ماذا عن التكهنات؟ لقد أوحى إلي شيء ما أنه كان يوجد ارتباط بين هذه الحضارات، على الرغم من أنني لا أعرف أين. أما من حيث ذلك الارتباط بين الحضارات المتواصلة، فقد ظهرت 8 دلائل على ذلك: الرموز والكتابات الهيروغليفية المتماثلة في كل مكان، والتي تتضمن علامات تدل على تراث تتداوله كل الشعوب، والارتباطات بين الشمس والأفعى والصليب المعقوف، كلها موجودة وشائعة على نطاق عالمي واسع، كوجود تلك النقوش المحفورة البارزة. لم توجد هذه الأشياء عن طريق الصدفة، هناك أنظمة مشابهة من الكتابة كانت مستخدمة في جميع أنحاء العالم، حتى على الجزر النائية. إنه شيء مدهش. وكانت اللغات القديمة أيضا تحتوي على العديد من التشابهات، وكلما كانت هذه اللغات أكثر قدما، كلما كانت أكثر تشابها عمليا. تمتلك كل اللغات صلات مشتركة من خلال المفردات والتراكيب، فكل لغة مكونة من عدة كلمات لها أصول مشتقة منها، وهذا يتجاوز مسألة الصدفة. خذ على سبيل المثال أسماء الأبراج، فهي متشابهة في كل مكان، سواء في المكسيك أو إفريقيا أو جزر بولينيزيا. التقاويم الزمنية في مصر والبيرو تتشابه إلى حد كبير، فكلاهما يحتوي على 18 شهرا، وكل شهر مكون من 20 يوما، مع 5 أيام عطلة في نهاية كل سنة. لقد أخذت بعين الاعتبار أيضا التشابهات الكبيرة في الأبنية، ليس فقط في إنشائها، بل بطريقة توضعها لأسباب فلكية معينة، مثلا أبو الهول في مصر ويوكاتان، والأهرامات الموجودة في كل قارة وفي الجزر البعيدة، والأهرامات الموجودة في كل قارة وفي الجزر البعيدة. أيضا يوجد الأعمدة والدوائر الحجرية المنتشرة في كل أنحاء العالم، والتي تم إحضار الحجارة المستخدمة في بنائها من أماكن أخرى في العالم. كنت مندهشا بهذا التشابه، ليس في الشكل فقط، وإنما في الغاية من بنائها. بني برج بابل حسب المؤرخ اليهودي جوزيفوس في القرن الأول ليكون ملجأ لهم خوفا من طوفان آخر يدمر الأرض. أما بالنسبة لأهرامات تولتك، فقد وضح المؤرخ المكسيكي أنه بعد تكاثر الجنس البشري قام البشر ببناء الزاقورات ذات الارتفاع الشاهق، والتي تمثل اليوم البرج الأطول، وكان الهدف منه هو تأمين ملجأ خوفا من دمار يهدد العالم. دعني أسأل الآن، لو لم يكن هناك مصدر مشترك، لماذا تتشابه الغاية من بناء هذه الأهرامات في المكسيك وبابل القديمة؟ كانت معظم العادات متشابهة أيضا، كعادات الدفن والتحنيط والتطهير من الذنوب، وأيضا في عملية شد رؤوس الأطفال عندما يولدون لكي تصبح جماجمهم طويلة. وكانت هذه العادات متبعة أيضا لدى شعوب المايا والأنكا والسلت والمصريين القدماء والباسكيين. وبالإضافة إلى ذلك، تحمل الشعائر الدينية أيضا بعض التشابهات الملفتة للانتباه. وأخيرا أضفت إلى هذه القائمة الطويلة الأساطير المنتشرة حول العالم في بداية التاريخ، أساطير حدائق عدن والعصر الذهبي والطوفان العظيم واللغة الأصلية، وذلك البرج الذي حدث فيه فوضى ما أدت إلى تشتت اللغة. كل هذا يحمل بوضوح علامات تدل على وجود مصدر مشترك. كنت متأكدا من شيء واحد، وهو أن مصدر الثقافات المختلفة والمنتشرة حول العالم لا يمكن شرحه بشكل كامل عن طريق تأثر هذه الحضارات ببعضها البعض. ويبدو أن الشاعر الروسي فاليري بروسوف قد عبر عن ذلك بشكل جيد قائلا: علينا البحث عن شيء وحيد كان هو المؤثر الرئيسي للثقافات البشرية القديمة، والبحث في عصور ما قبل التاريخ عن عامل مشترك
لتلك الحضارات التي ما تزال مجهولة والتي أوصلتنا إلى ما نحن عليه. كان المصريون والبابليون والإغريق والرومان كلهم أساتذتنا، ولكن من كان أساتذتهم؟ لدينا هنا مجموعة من الثقافات المتطورة والمتصلة مع بعضها بشكل واضح، والتي ظهرت فجأة من الفراغ. كيف يمكن للمرء التعامل مع اكتشاف كهذا؟ علي أن أعترف، لقد بدأ فضولي يزداد، من الضروري اكتشاف المزيد. يجب علي هذه المرة أن أتتبع آية آثار تقودني إلى المصدر المشترك لهذه الحضارات، مصدر آثار الأقدام. لحسن الحظ أنه بعد 5000 سنة ما زال هناك آثار واضحة يمكن قراءتها رغم تلاشي الدليل المباشر. كانت اللغة هي المفتاح الوحيد، وتبين أن الكلمات الأساسية في كل اللغات لها أصول منبثقة من منطقة الشرق الأوسط، وقد أضيفت الرموز المكتوبة إلى هذا الدليل، وتم استخدام نظام واحد مكون من عدة رموز كانت منتشرة من قبل الكتاب الذين ينقشون على الحجر، والذين تعود أصولهم إلى منطقة الشرق الأوسط أيضا. وقد زودنا علم الإنسان بدليل مساعد آخر يقول بأن أفضل ما قام به علماء الإنسان وتحديدهم للأصل الإنساني في أراضي الشرق الأوسط، آسيا، إفريقيا، أوروبا، وقد وضحت الاكتشافات الأثرية ذلك. انتشرت الزراعة في العالم على نطاق واسع، وخصوصا في الشرق الأوسط، ومثال حي على ذلك الأشجار المثمرة والنباتات والشجيرات التي تقدمت في النمو، ومنبتها الأم كان الشرق الأوسط. وتؤكد دراسات علم النبات على ذلك غير تاركة أي شك خلفها. فهناك في مرتفعات الشرق الأوسط كانت بدايتنا. هذا ما اقترحته على إدغار في لقائنا التالي، وأول ما فعله كان بأن طرح علي سؤالا محيرا، لماذا بدأت الزراعة في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها؟ ألا يجعلنا هذا نتساءل، لماذا لم تبدأ في سهول مزروعة وخصبة يمكن الوصول إليها بسهولة؟ إنه سؤال عادي جدا، وجدت خلال بحثي كثيرا من الفقهاء الذين عبروا عن هذا بدهشة حول هذا الاكتشاف الغريب. هل فكرت في الطوفان العالمي؟ صفق إيد قائلا، هذا هو، إنه يلقي الضوء على أشياء كثيرة. ألا ترى يا جون بأن الناجين من طوفان نوح ما زالوا في الجبال، وهو الحدث الذي نسيه معظم الباحثين، حيث لم تجف الأراضي فورا بعد الطوفان. وهل عرفت أن المصادر الدينية لا تشير فقط إلى جبل أرارات في أرمينيا هو المكان الذي نزل فيه الناجون من الطوفان، بل أيضا على نزولهم في الجبال؟ بسط إيد خريطة العالم وأشار إلى المناطق ذات الصلة، تفترض بعض اللقى الأثرية التي تم الكشف عنها بأن المجتمعات تمتد من أمريكا في الغرب إلى تايلاند في الشرق من حوالي 3000 سنة قبل الميلاد. ويؤكد هذا النموذج الذي تم إثباته على وجود ثقافات راقية من إسبانيا إلى باكستان. دققت بذهول في الخريطة، أرمينيا تلك النقطة المنقشعة التي تقع في الوسط. سأكتشف لاحقا بأن معظم الباحثين قد وصلوا إلى نتيجة مشابهة. كما يقول ويلز، لو نظرنا في البداية لذلك الجزء من العالم الذي يعتبر منبت السلالات، يمكننا أخذ خيار واحد، ألا وهو أن كل الآثار تنبع من آسيا. سألت إيد، هل يمكن لهذا أن يكون المفتاح للمصادفة الخامسة؟ قليلا ما أفكر في هذا، ولكن كيف؟ أخبرت إدغار بالاكتشافات المتلاحقة التي حدثت منذ لقائنا الأخير، وهي كل الحضارات البدائية ظهرت فجأة وتطورت كليا. ثانيا، وجود ارتباط بين هذه الحضارات. ثالثا، قادت الآثار إلى جبال الشرق الأوسط. فكر عالم الآثار للحظة، ثم ضيق عينيه وهو يفكر بجميع الاحتمالات، وارتسمت ضحكة على شفتيه الجافتين. هناك شيء واحد فقط يمكنه تفسير حضارته من راقية، هذه الأمم أخذت تراثها من العالم الذي انهار في الطوفان، وبدأت تلك الأمم من النقطة التي انتهى عندها جيل نوح.
الذي جاء على ذكره الإنجيل بين قوسين. نحن في هذه اللحظة مرجعنا الأساسي هو القرآن الكريم، وكما تعلمون فإن الكتاب مترجم، ويجب أن يكون لدى هؤلاء الناجين من طوفان معرفة كافية عن العصر القديم الذي سبق طوفان نوح، لإعطاء انطلاقة جديدة للثقافات الجديدة التي نشأت وتطورت فجأة. تقطق أصابعه. إن التوقيت الزمني يعادل 400 سنة. ظهرت الحضارة القديمة بفترة طويلة بعد الطوفان، لأن الكثافة السكانية تدعم هذه الثقافة. من الصعب طبعا أن ندعي أننا الأوائل. لقد افترض السيد ليوناردو غولي رأيا مشابها منذ عدة سنوات. كان من المتوقع أن يتم إثبات وجهة النظر السائدة عن التطور التدريجي، لكن الأدلة جميعها دلت على العكس تماما. وقد وصلت إلى هذا الحد من التطور، وقد دلت جميع الأبحاث عن الحضارات القديمة، قد وصلت ذروتها بعد الطوفان. إن الظهور المفاجئ لهذه الحضارات وبحد ذاته ذكرى لأعظم نكبة في التاريخ، والأمر الأكثر أهمية وأن الطوفان يعتبر حدثا تاريخيا له أهميته بالنسبة للإنسان المعاصر، كما في أيام نوح حيث وصل العالم لمرحلة متقدمة من التقدم المادي والتقني، وكثر حينها الشك والفساد والعنف كوجوده الآن في وقتنا الحاضر. وتعتبر التكهنات القديمة أن نوح وطوفان هما نموذج بدائي للنهاية المخيفة والمفاجئة التي تنتظر العالم الحاضر. على سبيل المثال، كما في أيام نوح سيكون مجيء ابن آدم، وكما كانت الأيام قبل الطوفان حيث كان الناس يأكلون ويشربون ويتزوجون، إلى اللحظة التي دخل فيها نوح سفينته وداهمه الطوفان وأخذهم بعيدا، سيكون مجيء ابن آدم. وتتوقع تكهنات أخرى بأنه كما كان سبب دمار العالم الأول هو الطوفان، فسيكون سبب دمار العالم الحالي هو النيران. وكما ظهر العالم الأول من آثار الطوفان، سيظهر عالم آخر طهارته النار من الشر والبؤس والموت، ويصل إلى كماله وسيفوق كل شيء حتى أصله. العالم ينهض من الأنقاض. لا يمكننا القول بأن تلك المجموعة الصغيرة من الناجين من الطوفان يمكنها إنشاء كل مظاهر التكنولوجيا التي كانت موجودة قبل الطوفان، ومع ذلك سيورثون أحفادهم كل المعلومات المتوفرة لديهم، سواء كتابة أو بشكل شفهي. نحن نعرف طبعا بأن سنابل القمح المتواجدة منذ البدايات هي أكبر دليل جيني على المعرفة المتطورة، فكلهم كانوا على طراز واحد بعد الطوفان. وبالمحاولة لإحياء التكنولوجيا الموجودة قبل عهد الطوفان، ظهرت الحضارة ذات المظهر العالمي الموحد في أجزاء مختلفة من العالم، وكانت إنجازاتهم مذهلة إلى حد ما في مجال المعرفة الخارقة التي بدأ علمنا يتلمسها. وأخيرا وضعت نتائج البحث التي توصلت إليها في ملف تحت عنوان سي، بمعنى أنه قد تم إثباته، وجلست قرب النار متأملا احتراق الفحم في المدفأة، وحان الوقت لدعوة فريق حل الألغاز.